رمضان. يعني الطالب شو يصير؟ يعني هم انه يدرس ويصوم واكو طلاب تشتغل، يعني الانسان شو يسوي؟ اقرا المدرسه لو اقرا قران؟ تريدون اعرف القران؟ لك ما تخافون من ربكم، تريدون اشرك بالله؟ شباب والله بدون شك لازم نوصل صوت، لازم كلنا نوقف ايد واحده حتى يحسون بينا وينطونا عطله. نشروا انتم صعدوا هذا الفيديو، صعدوا اي فيديو يحكي على الغاء الدوام، يعني صدق يعني ما نقدر. تعرفون صيف العراق شلون يحرق حرق. لازم نوقف سوا، مو واحد يحكي والباقي كله ساكته. استخدموا الصوت انتم نشروا، واهم شيء تنشرون هذا الهاشتاج رمضان للعباده وليس للدراسه.